يعطيكم العافيه شباب. حاليا انا موجود في مقر يوبي سوفت بخصوص المؤتمر، فبيكون هذا المقطع هو التغطيه، اتمنى يعجبكم وتستمتعون في التغطيه. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناه وانشروا الرابط لاصدقائكم. يعطيكم الف عافيه على كل اللي تقدمونه من دعم، وانا ان شاء الله بكمل المسيره واغطي لكم كل شيء في مؤتمر اي 3 كانكم موجودين في المؤتمر. وهذه هديه بسيطه من يوبي سوفت، اشكرهم عليها. وشوفوا الحظ اللي طلع لي اللي هو ماريو رابط. شوفوا التغطيه وان شاء الله تعجبكم. اول شيء كان في مؤتمر يوبي سوفت، كان في بدايه حلوه ورحبوا في الجمهور وهذه الامور، طلعوا بعض العروض السريعه او اللوجو خلونا نقول الجديد، لكن الاهم انه تم الكشف للعبه ماريو مع الارانب اللي هم الرابتس من يوبي سوفت. مزيج بين عالم الارانب نفسه والاستهبال والاشياء اللي يسوونها دائما في العابهم مع عالم او شخصيات ماريو. اللعبه هذه وضحوا اول شيء انها ما راح تكون لعبه ماريو معتاده، طبعا هذا من رئيس نينتندو كان موجود في الحدث وتكلم عن هذا الشيء، انها ما راح تكون لعبه ماريو المعتاده البلاتفورم اللي تعودنا عليه في كل العاب ماريو، راح تكون شيء مختلف تماما. بعد ما تكلموا شوي عن اللعبه بدا الجيم بلاي وشفنا اللعبه راح تكون مغامرات تكتيكيه وحصريه لجهاز نينتندو سويتش. نظامها التصوير افقي او جانبي ومع بعض اللقطات الاكشن اللي تصير فيها معارك تكتيكيه وافكار حلوه وتخطيط مثل تقريبا لعبه اكس كوم. الفكره حلوه صراحه وعجبتنا الشخصيات والحركات وكلهم لهم طاقات معينه واشياء يعني كثيره في هذه اللعبه. راح تكون لعب جماعي او توصل بروحك في الستوري مود، مثل ما قلت خليط بين كل هذه الشخصيات. تقريبا راح تصدر في 29 اغسطس حصريا للنينتندو سويتش. بعدها جاء مدير لعبة أساسن كريد اللي اشتغل على جزء أوريجينز، وكان يتكلم عن ان اللعبه شلون اخذت منهم سنوات طويله وكان يفكر فيها من زمان. يقول لك اساسن كريد راحت لكل من امريكا اوروبا يعني المنطقه في العربيه في الشمال وغيرها من المناطق، لكن هالمره في مصر وهذه الحضاره اللي فعلا قالنا لازم يعطونها حقها لانها حضاره مصريه عميقه من الاسرار اللي فيها والمباني والمومياء وكل هذه الامور اللي موجوده في عالم مصر. فاساسن كريد اوريجينز راح تتضمن كل هذا الشيء. طبعا كان في عرض تشويقي جبار فعلا ووضح لنا تفاصيل قويه في اللعبه، مثل ما شفتوا شلون العالم مفتوح وفيها حيوانات ودائره الحياه خلونا نقول، كل شيء من حولك يتحرك في ذكاء اصطناعي ممتاز، الحيوانات راح يصيدون بعض، بتشوفهم بتشكيله كبيره ويتفاعلون في المنطقه البراري في اللعبه، وداخل المدن راح تشوف الناس شلون تتحرك وتؤدي اغراضها اليوميه ويتفاعلون ايضا مع الحياه، يعني واحد يصيد، واحد ينظف، واحد يبيع وهذه الامور. عموما في شيء حلو في هذه اللعبه، طبعا انا جربت اللعبه على فكره، موجود المقطع في اليوتيوب نص ساعه كامله وانا اجرب لعبه اساسن كريد اوريجين، تقدرون تشيكون عليه. اللي فهمته انه او شفته في اللعبه بيكون يعني طريقه الجيم بلاي افضل من قبل مراحل، وحتى الذكاء الاصطناعي للاعداء صعب ما هو سهل من نفس قبل تمشي حالك. عموما اللعبه راح تصدر في اكتوبر 2017 وشوفوا المقطع اللي سويته جيم بلاي للعبه. بعدها تم الكشف عن لعبة The Crew 2. طبعا اللعبة اول ما بديت او سمعت انها راح تكون في المؤتمر ما اهتميت، لكن لما شفت العرض اللي فعلا فعلا فجر بقوة مثل ما تشوفون، كان شيء قوي في المسرح، كان في هايب كبير من الناس، حركة قوية منهم ان خلوا اللعبة تتضمن اربع العاب في واحد. خلينا نقول راح تتضمن سيارات الشوارع، طبعا السيارات بحد ذاتها راح تتنوع، شوارع ورسميه وسباقات البر او البريه وغيره غير من هذه الامور، بالاضافه الى الدراجات اللي هي السياكل، وعندنا الاشياء الجديده اللي بتكون سباق الزوارق السريعه وايضا الطائرات. راح يكون مساحه امريكا الشماليه بالكامل تقدر تروح فيها وين ما تبي. اللعبه راح تكون عالم مفتوح فيها كستمايز وفيها هذه الامور كلها. طبعا خلوا هذا كله على صوب، انا سالت فريق يوبي سوفت عن هذا الشيء، قلت لهم اللعبه من قبل ذكروا حلوه كانت لكن فيها مشاكل فيزكس والكنترول مو حلو هذه الامور. قالوا تطمن ان اللعبه يعني شيء مختلف تماما من ناحيه التحكم والفيزكس، بتكون افضل من السابق. طبعا مثل ما ذكرت الخريطه كبيره وتشوفون التفاصيل الحلوه في تنوع السباقات. الشيء الاهم انه راح تصدر في بدايه 2018، يعني ان شاء الله ما راح تتاخر بشكل كبير، 6 اشهر ان شاء الله ونشوف هذه اللعبه، واتمنى تكون قد التوقعات وافضل من مستوى اللعبه اللي قبل. These little beasts are traditionally used to race offshore and in straight lines. Go Edge 540 V3 has under the hood. This light plane is the star of many air races and aerobatic shows around the world. Rally Raid is all about enjoying total freedom to choose your path, to test the limits of your environment,
بعدها طلع لنا عرض للعبة ساوث بارك اللي تكلموا عنها الفريق الموجود. للأمانة اللعبة هذه ما نفهم سيستم اللعبة ولا فكرتها، لكن موجودة من السنة اللي فاتت، والحين إن شاء الله بجربها بنفسي في مؤتمر E3 وبعطيكم فكرة عنها، لأنه للأمانة ما أدري شنو فكرتها ولا ستايلها، بس شكلها حلو وتحمسوا لها الجمهور وحمسوني إني أجربها، فإن شاء الله بيكون لها تجربة مثل ما تشوفون هذا العرض أمامكم وطلع لها ريليس ديت. Toolshed is a catchy tier class visionary archetype and a butt fucking traitor. بعدها كان في عرض او تكلموا شوي عن فار كراي وطلع عرض لها ووضح لنا الشخصيه الشريره او الفيلن عن قرب اللي فعلا شكله مرعب صراحه، واتمنى انه يكون اقوى من فاس ولو اني اشك في هذا الموضوع. عموما كان في عرض بسيط لفار كراي من ناحيه سي جي اي والجرافكس اللعبه، بعدين دشوا على موضوع الجيم بلاي اللي وضح لنا بعض الامور. كان في اشياء حلوه من افكار اللي اول شيء انتم عارفين في فار كراي تلعب تقدر تاخذ المهمه ستيلث او انك تدش في موضوع الاكشن، لكن الحين في عناصر مساعده معك، بيكون معك لاعب ثاني كوب تقدرون تخلصون القصه مع بعض، او تستخدم الشخصيات اللي معك كمساعده في اللعبه نفسها. تشوفون الطيار اللي حاول انه يساعدك، والكلب هذا لما راح انقذك او قتل واحد من الاعداء وجاب سلاحه، وغيره وغيره من الامور والمطاردات اللي بتصير. وكل السيتنج هذا في المدينه هذه الحلوه، طبعا في افكار يعني عجبتني في اللعبه انه يكون محاصر هذه المنطقه من العصابه المتدينه وهذه الامور. عموما فار كراي ان شاء الله بيكون لنا تجربه لها في E3 وراح تشوفون التجربه ان شاء الله في اليوتيوب، اتكلم عنها اكثر بتفاصيل اكثر. بعدها طلع لنا عرض تحمسوا له الناس للأمان، لكن ما فهمنا منه ولا شيء، لعبة ترانس أو شيء كذا مثل ما تشوفون هذا العرض قدامكم. اللعبة صراحة فيها غموض من ناحية يوبيسوفت، راح يعلنون عنها في المستقبل، لكن هذا بروجكت مبكر خلونا نقوله كان موجود في المؤتمر. بعدها طلع لنا عرض لعبة جديدة وكان فعلا شيء مهم من فريق يوبيسوفت في سنغافورة. اسم اللعبة هذه بتكون Skull and Bones. اللعبة هذه مثل ما تشوفون لعبة قراصنة، وتقريبا خذوا فكرة القراصنة من لعبة Assassin's Creed وسووها لعبة كاملة، فشيء حلو والتفاصيل فعلا قوية في اللعبة. بتكون لعبة تكتيكية وأكشن قوي في عالم القراصنة مثل ما ذكرت في البحر، تقدر تلعبها مثلا لحالك أو مع أصدقائك أونلاين. طبعا كل واحد يتحكم في سفينته والطاقم اللي فيها راح يكون يتحكم فيها لاعب واحد. تقدرون تدخلون 5 ضد 5 في حروب يعني أونلاين وغيره من هذه الأمور، راح توضح في يعني في المستقبل راح يكون أحداثها في المحيط الهندي، وإن شاء الله راح يكون لنا تجربة فيها في E3 هذا، وأعطيكم انطباعات عنها أكثر في أقرب وقت في القناة. طبعا اللي لفت انتباهي الجرافيكس قوي قوي بشكل كبير طبعا في التريلر، وبعدين لما طلع الجيم بلاي لا يزال قوي، لكن ان شاء الله بحكم عليها اكثر لما اجربها بنفسي. اللي حب موضوع القراصنه والسفن في اساسن كريد اتوقع اللعبه هذه راح تناسبه، والحين ركزوا عليها اكثر وخلوها يعني نطاق اوسع من ناحيه الليفل وهذه الامور، فبتكون اوسع من اللي شفناه في اساسن كريد. Our frigate rushes in to board her. The brigantine is sacrificing herself to buy time for the frigate who carries the most loot. بعدها طلع عرض او احتفال بسيط موسيقي للعبه جاست دانس الجديده، راح تكون 2018 لكن تنزل في هذا العام في اكتوبر تقريبا. عموما ما اهتميت للعبه بس انها موجوده في هذا الحدث. طبعا اخر شيء في مؤتمر يوبيسوفت تم ختام المعرض في عرض جدا قوي سي جي اي فعلا فعلا كبير، ومن البدايه عرفنا ان هي لعبه بيوند جود اند ايفل الجزء الثاني. شفتوا الخنزير الكاركتر هذا، فعرفنا اللعبه على طول. عموما اللعبه هذه راح يكون طبعا اشتغلوا عليها لفتره طويله، تذكرون في السنه اللي فاتت كان في تسريب بسيط او يوبيسوفت صرحت انه شغالين عليه او الاستوديو هذا. عموما اللعبه اكزيست وراح تكون موجوده، ومثل ما انتم شايفين بتكون متطوره جدا. اللعبه هذه يمكن ما يعرفها كانت في بلاي ستيشن 2 اعتقد، لعبه قديمه او بلاي ستيشن 1، وهذه الحين ترجع لنا في يعني مظهر جديد وقصه جديده، وبتكون على مستوى جدا قوي في المستقبل. ما تحدد موعدها وتقريبا راح تكون في السنه الجايه، لكن عجبني موضوع عالم اللعبه والشخصيات والكوميديا اللي فيها، راح تكون لعبه اكشن بلاتفورم اعتقد او مغامرات بشكل عام. I've seen your star, you expect me to send you.
بالكامل وصلنا لنهاية المقطع وكانت هذه تغطية يوبيسوفت. أتمنى عجبكم يعني التفاصيل عن هذه الألعاب، وإن شاء الله بتكلم أكثر عن الألعاب اللي راح نسوي لها كابتشر ونجربها في E3. ولا تنسون مقطع أساسن كريد، وأشكركم على المتابعة، ولا تنسون اللايك وانشروا هذا المقطع، ودعمكم موجود وما قصرتم. لكن أبيكم تشوفون التغطية اللي قاعد نسويها في إنستغرام وتويتر، فتابعوهم وشوفوا باقي الأشياء في مؤتمر E3 وترقبوا إن شاء الله تغطيات أكثر. يعطيكم ألف عافية على المتابعة. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة. We'll be right back.